الطالبة يارا نبيل عبد الله دخلت كلية تجارة جامعة الزقازيق سنة 2016 وكان حلمها إنها تكون معيدة، وفعلاً بعد 4 سنين قدرت تحقق الحلم دوت. هنتعرف على قصة نجاحها مع المعيدة يارا نبيل عبد الله. أهلاً بيكي، وإحساسك إيه بعد ما حققتي حلمك؟ أنا يارا نبيل عبد الله، معيدة كلية تجارة جامعة الزقازيق. دخلت كلية تجارة في سنة 2016، كنت فرحانة جداً مع إن كان في خوف من رعبة الموضوع، إنك هتبقى لوحدك ومرحلة جديدة. كان حلمي إن أنا أتعين في كلية، حاولت على قد ما أقدر إن أنا أشد حيلي، ومن أول سنة الحمد لله طلعت أولى دفعتي، وخلال 4 سنين الحمد لله كنت أولى دفعتي. والدكتور هلال فعلاً بلغني بعد 4 سنين إن أنا الأولى، مش بس على القسم بتاعي، أنا الأولى على الدفعة كلها. وده كان خبر ساعتها من كتر سعادتي بيه وفرحتي بيه ما كنتش مصدقاه، يعني حاسه ان انا بحلم، هصحى دلوقتي اكيد ده مش حقيقي. كان خوف من الحلم ما يتحققش مش مخلانيش اصدق ان الحلم وصلت له. بعد التعب ده كله وبعد المجهود اللي عملته كله، مجرد ما وصلت للحلم نسيت كل تعبي، وفرحتي كانت كبيره جدا. لو كلمنا كمان عن بعد ما عرفتي ان انت اتعينتي او بالفعل اتعينتي، كان احساسك ايه؟ وايه الرساله اللي تحبي تقوليها لكل ذوي الهمم؟ احساسي ساعتها كان لا يوصف، ان انت قدرت تثبت ان انت عايزه. كان حلمي في الاول ان انا اتعين، مش بس لمجرد التعيين او ان انا اوصل لكده، كان حلمي ان انا اتعين عشان اثبت ان الاعاقه عمرها ما كانت اعاقه جسد، الاعاقه على طول اعاقه عقل وفكر. كنت حلمي ان انا اثبت ان ذوي الهمم مش عاله على المجتمع، بالعكس هم شخص مفعال ومؤثر في المجتمع زيه زي اي شخص صحيح. كان حلمي كمان ان انا اثبت ان احنا مش بس بنقدر نتفوق في المجالات الرياضيه، احنا بنقدر نتفوق في كل المجالات، سواء صحيه او تعليم او كل حاجه، والرياضه مش بس، يعني معظم الرموز ذوي الهمم اللي بتظهر بتبقى رياضه او كده. فانا كنت حابه اثبت ان احنا نقدر نشارك في اي مجال وفي كل مكان مش بس الرياضه. فمجرد ما وصلت للحلم ده كان عندي سعاده لا توصف. عايزه اقول لذوي الهمم، مش بس لذوي الهمم، لكل شخص، اي حد عنده حلم يسعى ليه ويدور عليه. الحلم موجود عشان نتعب ونجتهد، سواء اتحقق او ما اتحققش، لان ممكن واحد يحلم حلم ما هوش قده او طموحه بقى جايب حلم اكبر منه. ما يزعلش انه ما اتحققش، لان ده ما كانش الطريق الصح اللي هيقدر يبدع فيه. بالعكس، هو ممكن يكون ما اتحققش عشان يفتح لك طريق تاني احسن لحلم جديد، وحلم تقدر توصل له اسرع وتقدر تبدع فيه، ويكون هو ده المجال اللي مكتوب ليك. يعني كلميني أكتر عن الحالة بتاعتك وإزاي قدرتي تتغلبي عليها طوال فترة الدراسة. أنا مصابة بمرض ضمور عضلات، هو مرض وراثي، أعراضه بتأثر على الحركة والأطراف الأربعة بس ما بتظهرش في بداية السن، فهي بتظهر تدريجيا مع العمر وبتزيد مع العمر. فأنا لحد سن 11 سنة كانت حركتي طبيعية، بجري وبلعب حياتي زي أي طفل. لحد سن 11 سنة بدأت حركتي تقل، بدأ يبقى عندي صعوبة في الجري وفي طلوع السلم، بدأ الأعراض تظهر عليا. فوالدي ووالدتي تعبوا معايا بصراحة، واكتشفنا كتير واحنا مستشفيات كتير، لحد ما اكتشفت ان عندي ضمور في العضلات، وهو مرض وراثي ملوش علاج حاليا لحد دلوقتي. لحد تدريجيا ما قعدت على كرسي متحرك حوالي من 8 او 9 سنين. في الجامعة كان عندي صعوبة في ان انا لازم حد يبقى معايا مرافق او حد يساعدني، مثلا في طلوع، في نزول، في حاجة محتاجاها، كان عندي صعوبة في كده. بعد ما دخلت الكلية اتعرفت على أصدقاء جديد، كمان أصدقاء جداد، كمان صداقات جديدة، ولقيت الموضوع بدأ يبقى كويس، بدأ الخوف والرهبة اللي كانت عندي في البداية تقل، بقى في دايما حد معايا، عميد الكلية دايما كان في ظهري، وكان دايما أي مشكلة بتواجهني كنت بلجأ له، دكاترتي لقيتها متعاونة ومتفاهمة جدا، أي حاجة بلجأ لهم بيحلوها لي. فلقيت الموضوع كان سلس أكتر. المجهود البدني كان صعب شوية، بس كان كله وصولي لحلمي كان بيبقى سهل.